أعزائي مشاهدي قناة الصح والجمال، أهلا وسهلا بكم. زي ما تعودنا مع حضراتكم بأن احنا بنلتقي كل يوم ثلاثاء في تمام الساعة 10 مع برنامجكم صوت الناشئين. صوت الناشئين زي ما قلنا دائما وعودناكم أن هو بيهتم بكل قضايا وقطاعات أندية مصر، سواء أندية الممتاز أو المظالم أو الأقاليم. النهاردة هيكون معانا ضيوف من العار الثقيل. هيكون معانا النهاردة كابتن بركات علام المدير الفني لفريق 2003 وادي دجلة. هيكون معانا فقرة نجوم الجد، ثلاث لاعبين من العار الثقيل جدا من نجوم نادي المقاولين، يوسف حسن مواليد 2003، ياسين ياسر 2004، حسام حسون 2002. معانا النهارده تقارير ومعانا النهارده جداول وترتيب بطولة الجمهورية. اسمحوا لنا نطلع للأخبار. تجاهل قطاع الناشئين بقطبي الكرة المصرية يكلفهم الملايين لشراء لاعبي الأندية الأخرى. الأهلي يستعين بالتجربة اليابانية لتأهيل لاعبيه بقطاع الناشئين نفسيا في خطوة مسبوقة لمواكبة التطورات الحديثة في عالم الكرة. طبعا الكابتن عمرو أنور استعان بأطباء نفسيين وجلسات نفسية مع بعض اللعيبة مواليد 99، فديت يعني خطوة مسبوقة غير مسبوقة جدا، إنها خطوة جديدة بنشوفها الفترة اللي جاية هتعمم في قطاع ناشئين نادي الأهلي. ربيع ياسين مدير الفني منتخب الشباب يتابع بالشدة مباريات بطولة الجمهورية، خاصة إن تم بدأ الدور الثاني بالأمس. بيزنس أكاديميات كرة القدم بأسماء الأندية العالمية، شبح جديد يطارد الأجنياء ويستنزف الغلابة. هنروح لتقرير ونرجع لحضراتكم مباشرة مع أول ضيفي حسام حسونة لاعب نادي المقاولين 2002. نموذجية الشرقية مش ممكن، خطيرة شرقية، عزب شرقية، عزب خطيرة، عزب عزب مش ممكن، مش ممكن شرقية، جول 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 جول، دربكة داخل منطقة الجزاء، حاول عليها بقتالية ورجولة، عزب مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن، عزب خطيرة، عزب عزب، طلعوا ابو هشيمة، ابو هشيمة مش ممكن، التاني ابو هشيمة مش ممكن، رقص يا ولد، هوبا التاني، جول 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 جول، فرحة 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 طبعا كبيرة، ده مش ممكن، أنور حلوة، يوسف المنطلق، يوسف 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 يوسف، حلوة مش ممكن، التالت التالت، جول 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 يا ولد، يا يوسف يا حسن، حطها للمتمركز جيد على حدود منطقة الجزاء، أبو هشيمة الغير مراقب تماما، استعدل يوسف، عزب يا عيني يا ولد، حلوة مش ممكن، كريم الرابع، كريم الرابع، جول 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 جول، كريم بيكافئ كابتن زيزو طبعا على من داخل ملعب نادي ام قولون العرب، وبعد انتهاء مباراة نادي ام قولون العرب ونادي مصر المقاصة بفوز 4-4 لنادي ام قولون العرب، ومعانا المدير الفني الكابتن زيزو لنادي ام قولون، برحب بحضرتك في برنامج صوت الناشئين، ببارك لحضرتك على الفوز الكبير النهارده قدام فرقة كبيرة زي مصر المقاصة، وشفنا بعض العناصر اللي كانت متميزة في الفريق النهارده زي يوسف ابو هشيمه وشرقيه، حضرتك دفعت بيهم وادوا اداء رائع. والله الحمد لله طبعا، وبقول لك متشكرين على التهنئه، والحمد لله يمكن احنا بقى لنا فتره برضو كان في دروب كده مش كويس بسبب اصابات، بسبب غيابات، بسبب عدم توفيق في بعض المباريات، لكن انا الحمد لله الروح انا شايف ان هي رجعت من حتى من الماتش اللي فات الاسماعيلي والماتش النهارده المقصه، اللعيبه ادل عليهم وزياده وكانوا رجاله وكانوا مصرين من الاسبوع اللي فات بنتمرن، اتمرنا كويس وكانوا مستعدين ان شاء الله ان احنا نعوض الاخفاق اللي حصل في الفتره اللي فاتت، وان شاء الله اللي جاي هيبقى افضل باذن الله في الفتره اللي جايه ان شاء الله. ده مختلف عن الشوط الاولاني، هل في حدث حصل في غرفه الملابس مع اللعيبه او كان في تعليمات خاصه يعني؟ لا والله، هو طبعا احنا يمكن الشوط الاولاني كان الهواء ضدنا، قدرنا نلعب، كان كل كلام مع الاولاد ان احنا نلعب الكره في الارض، ما نحاولش ان الكره تبقى عاليه على اساس برضو الهواء بيبقى بيأثر في اتجاه الكره، قدرنا مسكنا المباراه. يمكن المقصه في الشوط الاولاني كان بيعتمد على الحاجات الطويله، عايز يستغل اللي هي الهواء، لكن احنا قدرنا نمسك كره وقدرنا نوصل ونضيع اجوان في بين الشوطين. انا قلت لهم الوقت احنا ايه، الهواء معانا، مش محتاج ان احنا نلعب طويل كتير، محتاج ان احنا نلعب الكره على الارض تبقى سريعه، محتاج ان احنا اي فرصه بالذات في المرتدات هتبقى سريعه لينا نقدر نحقق بيها اي الهدف اللي احنا المطلوب.
وبرضو ركزت على التصويب. احنا ممكن الاهداف اللي جت يعني حاجات كرات اتلعبت ما بين يوسف هشيمه ويوسف حسن ويوسف عزب وضياء، والحمد لله يعني انا شايف الاداء احسن من الفتره اللي فاتت ان شاء الله. ومعانا بعض النجوم، ببارك لكم النهارده على الفوز الكبير قدام نادي كبير زي مصر المقاصة. برحب بيك وعايزين نعرف، يعني انت النهارده سجلت هدف، وعايزين نعرف منك ايه السبب اللي كان منعك عن التهديف؟ والله عدم توفيق من ربنا، والحمد لله ربنا كرمنا النهارده وان شاء الله نبقى في مكان احسن باذن الله. اتعرف عليك؟ عبد الله الشحات. شايف ادائك النهارده كان ازاي؟ الحمد لله احنا نفذنا تعليمات كابتن زيزو وادينا، ان شاء الله نرجع لمستوانا وباذن الله اللي جاي افضل ان شاء الله. شكرا. تعرف عليك؟ كريم محمد. ايه رايك في ادائك النهارده؟ الحمد لله جبت جون النهارده، بحمد ربنا على الهدف، واللعيبه كانت رجاله النهارده وكنا نستحق المكسب. بشكش. مبروك يا يوسف ابو هشيمه على الجون النهارده، كان اكثر من رائع. ببارك لك على الفوز النهارده قدام فرقه كبيره زي الحمد لله على الجون، واحب اشكر كابتن زيزو. شكرا. ومعانا يوسف عزب من نادي المقاولون العرب، حاوي الكره المصريه، ببارك لك على الفوز النهارده. شايف ادائكم كان ايه بعد تعثر الفريق؟ الحمد لله احنا ادائنا كان كويس ونفذنا تعليمات كابتن زيزو، واول ماتش ليا من بعد الاصابه وعملت اسيستين والحمد لله واللي جاي احسن. قررنا من داخل نادي المقاولون العرب، صوت الناشئين مع الاعلام الكبير. ورجعنا لكم تاني حضرات السادة المشاهدين، ده كان تقرير من نادي المقاولون العرب من مباراة المقاولون ومصر المقاصة، واللي انتهت بفوز كبير 4-0 لنادي المقاولون العرب. بنهني الكابتن محمد عبد العزيز زيزو على الفوز والاداء. بنهني الكابتن محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لانه كان تعبان جدا واصر ان هو يجي ويؤازر ويساند فرقه 2003. طبعا اسمحوا لي بتقدم اسره برنامج صوت الناشئين بخالص العزاء لجميع الرياضيين باسوان في فقدنا وفقيد نادي اسوان الكابتن عبد الرحيم يوسف، يعني كل يعني التعازي لأسرة الكابتن عبد الرحيم والكابتن محمد عبده وكل أسرة الرياضة في أسوان. اسمحوا لي أيضا أعزي الأستاذ أحمد الأسور الشباب والرياضة في وفاة ابنته، وبعزي يعني ناس كبيرة وناس محترمة، أصدقائي أستاذ حمادة الأكرت، أستاذ أحمد الأكرت، كل عائلات الأكرت يعني، ويا رب نحتسبها عند الله شهيدة. معايا ضيف جميل جدا، حسام حسونه لاعب نادي المقاولين 2002. اهلا بيك يا حسام. اهلا بيك. انت من اللعيبه المميزه الفتره اللي فاتت، طبعا انت يعني تم تصعيدك مع الكابتن مجد مصطفى 99، وطبعا مدربك الكابتن محمود العارف والكابتن حمد يوسف بيشكروا فيك جدا. فيعني احكي لي كده انت منين وبطاقه تعارف كده وبدات ازاي ونتكلم كده. اتفضل. حسام حسونه من بني سويف، مركز سموسه قريه الشنطور. طبعا حي اهل امي وابويا، طبعا ربنا يخليهم ليا طبعا، واخواتي طبعا. احب اشكر بس الكابتن احمد عبد العزيز ربنا يشفيه من اللي هو فيه، هو يعتبر هو اللي جابني النادي نادي المقاولين العرب. كنت انا في تليفونات بني سويف وخلاني كنت انا امضي في تليفونات بني سويف وساعدني ان انا اجي نادي المقاولين العرب. طبعا ربنا يخليه ليا وربنا يشفيه. كابتن محمود عارف ده حاجه، بسم الله ما شاء الله مدرب كويس. بشكر فيك يا حسين. الحمد لله يعني قدرنا ناخد بيه البطوله السنه اللي فاتت، ولاعيبه رجاله طبعا 2002 خدنا بالكابتن محمود عارف البطوله، وان شاء الله نقدر نفرحه السنه دي وناخد باللعيبه دي برضو البطوله ان شاء الله، لعيبه رجاله. كابتن حماده يوسف طبعا مدرب له دور كبير طبعا في اللي انا فيه دلوقتي، ويعتبر كويس يعني ان خلاني طلعت 99، كان بيحفزني ويكلمني ويقول لي كابتن مجدي مصطفى عايزك ومش عارف ايه، وكابتن مصطفى برضو كويس وكلمني ولعبني وكنت كويس ماشي مع 99، وان شاء الله بعضفة اليوم مع 99 ان شاء الله يعني ابقى حاجه كويسه مع 99 ولا 2002 ونعمل ناخد بطوله ان شاء الله السنه دي. يعني انتوا خدتوا البطوله الموسم الماضي. طبعًا. النهارده الحمد لله تم يعني صعدتوا، الفريق صعد للقطاعات. الكابتن محمود العارف يعني انا عارف قد ايه هو بيعاملكم بشكل تاني خالص، يعني ما فيش لاعب في الفرقه ما بيحبش كابتن محمود العارف كابتن محمد يوسف. عندكم مجموعه لعيبه في فرقه 2002
حاجه جميله جدا مبشره بالخير يعني. طبعا لعيبه كويسه يعني جدا. انا عايز اقول اساميهم لكن انا هسيبك تقول اسامي اللعيبه المميزه اللي بترتاح تلعب معاهم في الملعب يعني. لا هو اللعيبه كلها رجاله طبعا، اللعيبه كويسه كلهم. في يوسف الجون، محمد حسام، وبركه برده حارس كويس لسه جاي لنا السنه دي، يبقى اضافه للفرقه برده 2002. واحمد مجدي وعلي وابو عدنان، ده كله برده. ابو عدنان ده اللي هو احمد عبد المعين. ومحمد مصطفى، ومحمد مصطفى أحمد. وصلاح وزيل وحمودي والشاذلي وناس كتيره يعني، واسلام ناصر ومحمد رمضان وطارق وامير علي وعاشور وشحته برده فراوده كويسين. طبعا يوسف عاشور طبعا ابن الكابتن علي عاشور، مهاجم كويس جدا يعني، وهداف الفرقه. هداف الفرقه حوالي بتاع 18 19 جول في الادوار اللي انتهت. طيب حسام انت مركزك ايه في الملعب؟ انا كابتن مع كابتن محمود العارف بلعب هاف ودفندر، كابتن مجدي مصطفى بيلعبني ديفندر معاه وكويس معاه وماشي كويس الحمد لله. لكن الفتره اللي فاتت انا شايف قطاع الناشئين مولين العرب الحمد لله في ظل وجود الكابتن رضوان، لا يعني في طفره كبيره من معسكرات وحاجات، انا بشوف حاجات جميله من لبس جديد من طبعا يعني ما كانتش يعني ما كانتش موجوده، كانت موجوده في فترات سابقه. أيوه. لكن ما كانتش بالكم ده. ايوه كابتن محمد رضوان طبعا متابع وبيدخل لكم طبعا يعني، انا بتفرج على مطوشه وبيطلع لو في مطوشه بره بيجي انا فاكر الكابتن محمد رضوان ده خلكم في ماتش يعني كان فرقه يعني دون المستوى يعني. أيوه. لكن بالرغم ده نزل اوضه اللبس وشجعكم هو بيكلمنا الحمد لله يعني. كابتن محمد رضوان من الشخصيات المحترمه طبعا، وبرضه بيكلمنا ويجي يسمع مننا المطوشه ويشوف الكويس ومش الكويس، شوف مشاكلكم ايه واللي ناقصه حاجه. ايوه انا كنت سامع ان انتوا بتتكلموا في المكافآت بتاعت بتاعت البطوله السنه فاتت. هو بيتكلم برضه وعد اخلصها لكم ان شاء الله. طبعا كل الشكر للكابتن محمد رضوان على المجهود اللي عامله في قطاع ناشئين، وكل الشكر للبشمهندس محمد عادل، بنتمنى له اللي هو يعني الرجوع بالسلامه لانه خارج مصر الفتره دي، تسافر اول امبارح. محمد حسام انت يعني قول لي كده يعني انت شايف مين مثلك الاعلى في الدوري المصري او في الدورات العالميه الاوروبيه اللي بنتفرج عليها؟ لا انا في مصر اللي هو مثلا الاعلى في كباك رايت، لو انا بلعب باك رايت مع كابتن عارف برضو رجب بكار، بلعب ديفندر مثلا طارق حامد راجل في الملعب، هاف في وليد سليمان، في لعيبه كبيره رمضان، في لعيبه كبيره قوي يعني في الدوري الاوروبي مثلا محمد صلاح وناس كتير قوي. بالنسبه لمحمد صلاح طبعا حبيبنا وابننا واخونا طبعا. يعني هل انت شايف انتمائك لنادي المقاولون ممكن انت تمشي وتاخد الخط بتاع او على نهج الكابتن محمد صلاح؟ ان شاء الله طبعا، ده ان شاء الله ده حلم ولازم احققه طبعا ان شاء الله. بقى كويس امشي كويس بس في ناشئين، في عماد النحاس برضو لما يشوف ناس وبيتكلم برضو وبيجي يتفرج علينا مطوشه برضو، بيبقى في مطوشه عندنا في النادي، عماد النحاس بيتفرج واللعيبه بتتفرج وكله بيتفرج وبيشوف وبيتكلم مع كابتن محمد رضوان، وكابتن محمد رضوان عمره ما يتاخر على حد في حاجه. اكيد اكيد في وصله همز كبيره الفتره دي كمان يعني. يعني انا شفت الكابتن عماد النحاس جه شاف ماتش 2001 وكان قاعد مع الكابتن محمد رضوان، ويمكن بعد الماتش مباشره تم تصعيد اكتر من لاعب، وانت يمكن انت كنت معاهم انت وخالد احمد، وكان في مباراه وديه وزياد طلبه وبلال 2001. ايوه كلهم لعبوا المباراه يعني. طيب يا حسام طموحاتك ايه؟ ان شاء الله ابقى لاعب كبير وافيد مصر ان شاء الله وباذن الله والمقاولين العرب ان شاء الله. ان شاء الله حسام انا بتبنى لك يعني، وواثق في ربنا وواثق في قدراتك لان انا متابعك. ربنا يخليك يا رب. انت عليك سبوت كويس جدا الفتره ديت، اتمنى ان انت تلتزم زي ما انت كعادتك، ويعني تكون زي ما انت يعني خليك على السياسه اللي انت ماشي بيها. انا بشوفك باستمرار بتصلي وبشوفك باستمرار في المسجد. الحمد لله يعني الصلاه ده يعني حاجه مهمه جدا. اتمنى ان انت تكون على المنوال ده والنهج ده، وانا بتمنى لك كل التوفيق. ومعاك الكاميرا، عايز توجه كلمه لاي حد، تشكر اي حد في حياتك، تشكر حد ساندك، معاك الكاميرا واتفضل. لا هو طبعا كابتن احمد عبد العزيز اللي كنت نفسي اشكره يعني على اللي عمله معايا، وربنا يخليه لي ويدي له الصحه وربنا يشفيه ويدعي له بالشفاء ان شاء الله. في برضو عبد الرحمن، وفي واحد منتصر، الناس دي برضو محترمه ساعدتني في حياتي طبعا، كلموا عني وشافوني وبيحفزوني ان انا اروح النادي وعادي يعني الحمد لله يعني. انا بشكرك على حضورك يا حسام، وان شاء الله مش هتكون اخر لقاء، هنتابعك باستمرار ان شاء الله. اعزائي المشاهدين اسمحوا لي نطلع فاصل، وهنستقبل اثنين من نجوم الجد
الكابتن يوسف حسن والكابتن ياسين ياسر لاعبي نادي المقاولين العرب. عبد الرحمن بودي بتوصل على طول، محمد رجب للاستلام اهو، يلا هتحوت وهتحوت على طول بيلعبها لاحمد عبد الحميد، عايز يعدي على طول، بتوصل لمحمود طارق، محمد هشام وين بيلعبها لحتحوت، عايز يعدي على طول، بتوصل لوين وين بيلعبها، جول هتحوت هتحوت هتحوت، هتعدي والله تشوت، انما عملها هتحوت، ما شاء الله ما شاء الله هتحوت، عملتها معاك هتحوت، بقول لحضراتكم لعيب في منتهى الجمال محمد شريف، هتحوت 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 للصف، عملها في منتهى الجمال، وقلت لكم بعد نزول هتحوت في الشوط الثاني، ام بفرق كتير مفيش كلام، هدف في منتهى الجمال هتحوت، عمل يا سلام يا حسن، هايل بيعمل واحدة اسيست كده كذا واحدة، بقول لحضراتكم أحمد عبد الحميد بيلعبها على طول لمحمود طارق، ومحمود طارق بيلعبها لمحمد هشام أوين، عايز يعدي بمهارته بيلعبها لطارق، وطارق بيلعب كرة عرضية اركب على جول 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 جول، عمرو ناصر عملها حطها بدماغه قنبلة في منتهى الجمال، انما تغيير موفق وافضل لكابتن شعله، دخل حتحوت حط هدف، دخل محمد هشام قوي العمل ورجعنا لكم بعد الفاصل، ومعايا ضيفين انا يعني ملقب بقلب الاسد، ياسين ياسر، اهلا بك ياسين. اهلا بك يا كابتن محمد. لاعب نادي المقاولين العرب 2004، ومعايا يعني نجم بيقولوا امل بكره ومستقبل بكره، اللاعب يوسف حسن. اهلا بك يا كابتن محمد. ازيك يا يوسف؟ الحمد لله، حضرتك عامل ايه؟ نبدا بيك عشان انت الكبير بقى. ازيك يوسف، منورنا. منورك يا كابتن. ويعني انت فعلا امل بكره بجد، انت من اللعيبه المميزه، واعتقد عامل عقد في الفريق الاول. عامل عقد في الفريق. طيب كلمنا كده يوسف بقى عن يعني بداياتك، ومين واقف جنبك ومين ساندك. انا اول لما جيت الساعه، انا بادئ من نادي المقاولين من صغري الصراحه، كابتن اللي ليه فضل عليا قوي كابتن محمود صادق ومحمد ثابت مدير فني طلع الجيش طبعا. بعديها اتمرنت ورحت وادي دجله مع كابتن مصطفى الخروبي، بس وحصل مشاكل كده رحت راجع النادي تاني مع كابتن علاء نبيل وكابتن اسماعيل توتو. ايوه طبعا، جابوك من وادي دجله من السويس. من جي ام جي. كنت في السويس. بس فبعدها رجعت النادي بصراحه، كابتن علاء نبيل ما سابنيش. ده كل التقدير واسمعها كمان. أنا أشكره. طبعا نقول له الحمد لله على السلامه. كابتن علاء نبيل كان بيمر بازمه صحيه، ولكن الحمد لله تعافى، ومن خلال البرنامج بنوجه له كل التحيه وكل التقدير، بنقول لك الحمد لله على السلامه يا برنس الكره المصريه الكابتن علاء نبيل. بس فبعديها صراحه كابتن ريعو اول لما شاف مستواه وكابتن مجدي عملوا لي عقد في ساعتها في ثالث يوم او رابع يوم من الدوري. بس وعملت عقد وطلعت مع كابتن عماد النحاس، قعدت ست شهور اعتقد من رمضان لحد فتره قريبه. بس الحمد لله، وبنزل على الماتشات بس الحمد لله. تنزل تتمرن مع الفريق الاول وبتنزل على ماتشات 2003. الحمد لله على السلامه يا ياسين. الله يسلمك يا كابتن محمد. ملقب بقلب الاسد. الله يخليك.
سيرد باك يعني من الدرجه الاولى. الحمد لله. قول لنا بقى بدايتك بقى يا سين برضو. انا بديت في مدرسه الكوره عندي 4 سنين. بعدين جت وكنت بتمرن مع كابتن وليد جابر، وبعديها كنت كابتن محمود صادق برضو، وبعدها جيت كانت في اختبارات، وكانت لسه اول فريق بتاع 2004 لسه بيتكون. فانا اختارني كابتن سامح يوسف دربني 2 سنين، بعدها كابتن مجدي درويش برضو 2 سنين، وكابتن سعيد سعد، وكابتن عبوده، ودلوقتي كابتن مسكن كابتن حود الشيمي، وكابتن طلعت الحمد لله ماشيين كويس معاهم، وان شاء الله ناخد دوري ان شاء الله. انت مصعد كمان يعني، انت كنت مادي في مباراه مصر مقاصه، مباراه كبيره جدا يعني مع 2003، ويعني ما خفتش من مثلا ولا هبت الموقف ان انت بتلعب مع فرقه اعلى منك سنا، وبطوله جمهوريه وبطوله قويه كمان يعني. اي نعم 2004 بيلعب بطوله جمهوريه، لكن 2003 بتبقى اقوى شويه. لكن كلمنا عن ادائك، والكابتن زيزو قال لك ايه كده في المباراه وبين الشوطين، لان انت كنت كويس جدا انا شفتك يعني. كابتن زيزو قبل ما تنزل الماتش قال لي ما تخافش، اكنك بتلعب من 2004 بالظبط، وان شاء الله تبقى كويس. وقال لي تعليمات انا مثلا امسك وحد بيغطي واطلع والعب السهل، وقال لي ان شاء الله تبقى موفق. وبين الشوطين قال لي انت كويس زي ما انت كده، امشي على نفس الاداء وان شاء الله تبقى احسن، وكسبنا الحمد لله في الشوط الثاني. يا رب يوفقك يا ياسين. كابتن يوسف حسن حبيبي، انا خدت عهد على نفسي يا يوسف ان انا دايما مفيش حد يقعد معايا هنا من اللعيبه الا لما يكون لعيب مميز جدا. تمام. وانتوا من اللعيبه المميزه، وعلى مدار البرنامج الحمد لله ما جبناش لعيب، لا جاملنا لعيب ولا جاملنا. طبعا يا محمد احنا واخدين عهد على نفسنا، وكل الناس شايفه وكل الناس بتقول فعلا اللعيبه اللي انت بتجيبهم كلهم مسمعين في انديته الانديه بتاعتهم يعني. طبعا. قول لي بقى طموحاتك ايه كده واحلامك، لان انا عارف ان انت كان جالك عقد وكده، لكن انا مش عايز اخوض فيه لان انت كده لسه سنك صغير والعقود هتنهال عليك الفترات اللي جايه ان شاء الله. لكن احكي لنا عن طموحك بقى الفتره اللي جايه. انا بص حضرتك كابتن محمد، انا طموحي ولا اهلي ولا زمالك. اه انا دلوقتي بتفكر، انا من دلوقتي بتفكر في الاحتراف، في الاحتراف الخارجي. انا عارف ان جالك بعض العقود، لكن في يمكن اداره نادي المقاول العرب اداره حكيمه جدا طبعا، المعز محمد عادل يعني خبرات طويله طبعا. واكيد هو شايف الاصلح ليه. طبعا كابتن محمد رضوان، طبعا كابتن محمد رضوان ده قامه وقيمه يعني. طبعا ياسين طموحاتك ايه الفتره اللي جايه كده؟ ان شاء الله العب فريق اول، اول حاجه اعمل عقد، بعد كده العب ان شاء الله مع الفريق الاول، بعد كده من بره، من فريق اول على بره على طول احتراف ان شاء الله. احتراف خارجي يعني لو جالك اهلي وزمالك واي لا. نادي مش لا احتراف قلنا عرب ذئاب الجبل يا وحوش. يوسف كلمني كده، انا في الفتره اللي فاتت كنت انت بعيد عن التهديف، يمكن طبعا عارفين ان الكره توفيق وعدم توفيق طبعا، لكن الاداء انا كنت حاسس انت اقل من السنه يعني، اقل يعني. الماتش المقصه انا شايف ان يوسف حسن ابتدى يرجع يوسف حسن اللي انا اعرفه والمشاهدين يعرفوه والجهاز الفني يعرفه يعني. انا حاسس ان بدايه ماتش مصر المقصه كنت انت مختلف، هل قعدت مع نفسك كده وقلت لازم ابتدي بقى؟ انا في اول الدوري كنت بلعب وانا مصاب صح، ودي غلطه مني انا، مفيش حد هيعمل لنا. كابتن زيزو يقول لي انت مصاب، وانا اقول له لا انا مش مصاب، وانا بتحمل على نفسك. فانا غلطت، واستحمل كابتن زيزو هيقعدني شهر الحمد لله، ورجعت على ماتش الاهلي وابتديت اهدف واحده واحده لحد ما مستوايا بقى كويس الحمد لله. ده حبيبي يا يوسف. ياسين كابتن شيمي كده عامل معاك ايه؟ كابتن محمود الشيمي، واسمعنا حاجه الجهاز بقى، كابتن محمود الشيمي وكابتن طلعت حسن اللي بنهنيه بعيد ميلاده. كل سنه وهو طيب. سنه طيبه كابتن طلعت. قول لي بقى يعني الكابتن شيمي عامل ايه معاك؟ كابتن شيمي بياخدنا مثلا قبل الماتش بيومين، يقعد يربنا على الكور عالية والتحركات، وهو كابتن طلعت ياخدنا ازاي نتحرك ازاي نغطي ونقف الماتش نركز ونهدى ونلعب السهل ونقول ان شاء الله نوفق. واهم حاجة عنده اللي احنا ما نخشش فينا جوان، ومالناش دعوة باللي قدام يعملوا ايه، بس اهم حاجة ما نخشش فينا اهداف في خط الدفاع كله. ده كابتن مدرب محترم، كابتن مدرب. يعني انا هسال سؤال اخير كده ليك انتوا الاثنين، يعني انتوا ايه رايكم في المنتخب الاولمبي والانجاز العظيم اللي عمله؟ انا الصراحه انا كواحد نفسي ابقى مع الرجاله دي. رجاله فعلا. انا طبعا طبعا انا هاخد طبعًا يعني احسن ختام مع يوسف كلمه طبعًا. منتخب الرجاله فعلا، وعاوز برضو اوصل كلمه ابويا الثاني طبعا محمد اخويا. محمد اخوك ده أيقونة نادي المقاولين طبعا، شاب محترم وشاب مؤدب طبعًا.
وانا برضو والدته برضو لا لا والدتك دي ست عظيمه في كل حته وراك. اه طبعا يعني احنا نروح لمصر الاقيها وراك، نروح اسكندريه الاقيها وراك، مفيش ماتش فوته حتى ما بلعبش اكيد. لا يا ست عظيمه. وبعدين اتمنى دايما دايما انا لما اقعد معاك بقول لك حط والدتك قدام عينيك، التزم، امشي كويس عشان ربنا يكرمك وتحاول تسعد الست اللي تعبت معاك كتير. طبعا والله وانا بس عشان كده باذن الله ربنا يخليها لك يا يوسف، ربنا يخليها. كلمه اخيره تحب تتوجهها لحد، تتوجهها لمين؟ لاختي كبيره. اتفضل. ربنا يخليها ليا، ام لوجي، واختي الثانيه ام كندا وكارمن. دي مين فيهم مرات الكابتن محمد ثابت؟ ام لوجي. ام لوجي، تحياتي للكابتن محمد ثابت ولام لوجي. ياسين كلمه اخيره بقى للمنتخب الاولمبي، وكلمة أخيرة لحد أنت عايز تشكره على وقوفه جنبك ومساندته ليك. خش على المنتخب وبعد كده المنتخب عايز أقول له أنه يفضل ثابت على الأداء دوت، يعني مش البطولة ديت بس وخلاص، ونفس الروح، ومحدش كان متوقع كده منهم، وهم أثبتوا هم منتخب جدير بالفوز بالبطولة، وإن شاء الله يفرحونا في طوكيو. أنا اللي فرحان بيكم جدا وسعيد بيكم جدا لتواجدكم معايا، وانا بشكركم على حضوركم، وان شاء الله بوعدكم انها مش هتكون اخر لقاءاتنا، وان شاء الله طول ما انتم ماشيين كويس، طول ما احنا في ظهركم، سواء اعلام، سواء اجهزه، سواء قطاعات ناشئين، سواء الكابتن محمد رضوان، سواء المهندس محمد عادل، سواء الكابتن عماد النحاس، كل طول ما انتم ماشيين كويس احنا كلنا في ظهركم. طبعا انا بشكركم على حضوركم. شكرا. وحضرات الساده الافاضل هنطلع لفاصل ونستقبل ضيفنا نجمنا ونجم كبير في عالم التدريب، الكابتن بركات علام، نجم نادي دجلة ومدير الفني المواليد 2003. ورجعنا لكم تاني حضرات السادة المشاهدين بعد الفاصل، ومعايا يعني بجد بجد ضيف لما اقول من العار الثقيل يعني ثقه تماما في كلامي، ومش كلام انا لوحدي، مفيش حد اشتغل في منظومه الرياضه سواء رؤساء قطاعات ناشئين او مدربين الا ما اقول بركات علام، ايقونه وادي دجله، المعشوق للفريق، خاصه كمان لكل لاعبي وادي دجله. اهلا بيك يا كابتن بركات. اهلا بيك كابتن محمد. اهلا بيك، نورتني، ربنا يخليك يا رب. يعني في البعض يعني كده انا عايز بطاطا تعرف كده سريعه عشان الناس تعرف مين هو بركات علام. كابتن بركات علام مدير فني وادي دجله 2003. انا بدايتي في الكوره لعبت في الالومنيوم، ولعبت في اسوان، ولعبت في وادي دجله 5 مواسم. اشتغلت في التدريب من 2013 في وادي دجله، ما اشتغلتش في اي مكان غير في وادي دجله. ما انا بقول ايقونه نادي يعني زي ما بنقول في ايقونه نادي المقاولين المعز محمد عادل، في بركات علام ايقونه نادي وادي دجله. ربنا يخليك. وصدقني يمكن جالي رسائل كتير جدا لما من كل اولياء الامور وادي دجله بيشيدوا باخلاقك وبالحياديه التامه في التعامل مع اولادهم، يعني حاجه جميله جدا، وانا بسعد لما يعني انت عارف اولياء الامور دول قنبله يعني زي ما بيقولوا موقوته. طبعًا. لما كل اولياء الامور يجتمعوا على حبهم ليك فده حاجه يعني انا سعيد بيها. ربنا يخليك يا كابتن، ودي حاجه تسعدني انا شخصيا. يا رب دايما. كابتن بركات تعالى خش بقى كده على موضوعنا بقى، بنقول كيف يمكن ان نصبح لدينا لاعبين على مستوى عالي من الاحترافيه؟ يعني ازاي نطلع لاعب على المستوى العالمي او الاحترافي يعني في قطاعات الناشئين؟ المشكله في قطاعات الناشئين يا كابتن محمد الكوره دخل فيها البيزنس اكتر من المواهب. بالظبط. فدي عامله اعاقه كبيره جدا لتطلع ناشئين كويسين. فموضوع البيزنس في الكوره المواهب بتقل، ما عندناش الموهبه اللي هي بتدور على الموهبه بس، لازم وسط الموهبه بتلاقي فيه حاجات داخله فيها بيزنس في الكوره، فده بيأثر على مستوى اللاعبين في المستقبل. يعني البيزنس بنقول دلوقتي بقى اصبح عامل اساسي في الكوره؟ يعني هل النهارده نسبة كبيرة. يعني هل انا النهارده مثلا يعني لو اتكلمنا عن قطاعات ناشئين هل ممكن تروح برضو لبعض المجاملات؟ تمام. بعض المجاملات ان انا ممكن عندي القيد 18 اقول لك ايد كمان 5 6 مجامله. بالظبط. من الصعب انك تلاقي مثلا لا وبتأيده ويجي يقول لك لعبه.
يعني ما هو يعني ما هو في يعني الاول انت عارف بتجامله في القيد بالظبط يعني بالزبط. يعني اكيد بالزبط. اكيد انت تعرضت لمواقف زي كده كابتن بالظبط. كل قطاعات الناشئين في مصر فيها الكلام ده كل قطاعات الناشئين يعني ما بيكتفيش بالقيد. صعب انك تلاقي فرقه اللي موجودين فيها موهبه كلهم صعب. بس انت عندك في الفرقه بسم الله ما شاء الله عندنا فرقه محترمه جدا. انا بقالي 5 سنين معاهم مع الفريق 2003 في عناصر طبعا مميزه جدا في وقت قريب ان شاء الله هيكونوا موجودين في الدرجه الاولى ان شاء الله. فعلا انت يعني تعرضت للموقف ده كابتن بركات لما حد من اولياء الامور مثلا يعني يكلمك او يقول لك ما تلعبش ابني ليه وانت جواك قناعه ان هو ده وارد تعرضت انت لموقف زي كتير كده كتير واحد يقول لك ابني ما بيلعبش ليه فانت من حق من ولي الامر من حقه انه يسالك وانت من حقك تجاوب عليه. طب هل ولي الامر ده مش شايف مستويات الفرقه مش شايف الاولاد مش كل اولياء الامور يعني مش يكون فاهم كده ان هو مش كل اولياء الامور عندهم ولا هو شايف ابنه احسن واحد مثلا بالظبط لكن مش كل اولياء الامور في ناس فاهم وفي ناس ما عندهاش الفهم الكافي ان هي تفهم المستويات والمستوى بتاع اللعيبه فيه. اكيد حضرتك انت تابعت بقى منتخبنا الجميل يمكن انا هاخد من يوسف حسن كلمه منتخب الرجاله واحنا كلنا قلناها يعني لكن لما تطلع من ما تطلع من ناشئ مواليد 2003 يقول لك كان نفسي ابقى مع منتخب الرجاله ده ففي وعي وفي ثقافه عنده بالظبط. كلمنا بقى عن المنتخب الاولمبي. المنتخب الاولمبي عنده عناصر مميزه جدا مع العناصر المميزه دي في روح جميله بين اللعيبه طبعا دي ترجع للجهاز الفني. الروح دي هي اللي جابت لهم البطوله طبعا. الروح والجماهير كمان بالظبط بس روح الاول طبعا الجماهير داعم قوي يعني انا اتمنى نفسنا ان الجماهير ترجع مطلب منك ومنه ومن كل من يعمل في المنظومه الرياضيه. الكوره من غير جماهير صعبة جدا طبعا مطرب جداً. على مسرح من غير جمهور صعبه جدا ما فيش ابداع ما فيهاش ابداع وما فيهاش جمال يعني اللعيبه زهقت والله فعلا والله. كابتن بركات يعني هل تعتقد نجاح فكره التأهيل النفسي اللي تم تنفيذها مثلا في النادي الاهلي مثلا اللي النهارده الكابتن عمرو انور استعان ببعض العلماء النفسيين والخبراء النفسيين والدكاتره والاطباء النفسيين المصريين في ان هو يبتدي يعمل جلسات تاهيليه نفسيه مع بعض لعيبه فريق الشباب بالنادي الاهلي، هل انت شايف ان التجربه دي مثمره؟ انا شايف انها مثمره في لعيبه كتير محتاجه الكلام ده. في لعيبه كتير في لعيبه كتير الثقافه بتاعتهم والفكر بتاعهم بيضيع الموهبه بتاعتهم. والكره كمان بقت علم النهارده بالظبط لازم يبقى فيه علم بالظبط الكره دراسه دلوقتي في دراسه لازم تكون دراسه ومعرفه. ازمه عدم الاعتماد على الانديه الكبيره مش هنقول الانديه الصغيره مثلا او الانديه اللي في الوسط او في الانديه اللي بتقعد كل سنه في الدوري وشكرا كويس انها قعدت خاصه قطبي الكره يعني الاهلي والزمالك ما بقاش في اعتماد على الناشئين والنهارده بيكلف مثلا ملايين الملايين ان انا بشتري لعيبه من الخارج. طب انا بصرف ليه على قطاع الناشئين؟ المشكله في المدير الفني. المدير الفني اللي بيجي ما عندوش وقت يصبر على الناشئين ما عندوش وقت ولا عندوش هو مش شايف ان في لا لا هو ما عندوش وقت هو عايز بطوله وبيلعب على مكسب ويلعب لعب تجاري فما عندوش وقت يصبر على الناشئ ما عندوش وقت لكن قطاعات الناشئين اكيد يعني مليئه بالمواهب طبعا بص في وادي دجله هتلاقي 8 لعيبه بيلعبوا من قطاع الناشئين. انا يمكن انا معايا صوره للاعب محمد حمدي اللي احرز الهدف محمد حمدي ميسي على طريقه محمد صلاح في ليفربول محمد صلاح يا ريت نشوف الصوره مع بعض معانا على الشاشه. اللاعب ده من اللعيبه الموهوبه جدا طبعا يعني احتضنه دجله النهارده دجله من الانديه القليله جدا اللي بتصبر على اللعيبه بتاعتها حتى لو كان في لعيبه مثلا العامل الجسماني عندها ضعيف شويه بس عندنا الصبر الكافي لانه الاداره اولا واخيرا ما بتطلبش منك بطوله قد ما بتطلب منك تعمل لعيب اكيد الصوره معانا طبعا محمد حمدي على لكن هو لعيب موهوب وربنا يوفقه مستقبل الكره برضو يعني انا بقول ان هو كمان برغم يمكن يعني هو انا شفته في ماتش انبي اتفرجت على انبي اللي كسبته 2-1 يمكن ده اول هزيمه للكابتن سيد لا دي ثاني هزيمه الكابتن سيد هزمه من الزمالك ومن دجله
بس هو عامل الفرقه كويسه طبعا جداً فرقه جداً. محترمه وفرقه لها شكل ولها مستقبل كمان في نادي انبي من احسن الفرق اللي موجوده في قطاع الناشئين الفوليين. لا وقطاع انبي كمان قطاع قوي وقطاع بس الفرقه دي كبير. فرقه مميزه جدا فرقه مميزه جدا وكابتن شعله برده معاه مجموعه والكابتن عماد ناجي معاه فرقه كويسه. عايزين نخش بقى على الجدول يا كابتن بركات. نبتدي ب 99 نبتدي ب 99 بطوله الجمهوريه طبعا الدور الاول خلص. دي كانت اخر مباراه في الدور الاول. المباراه رقم 17 رقم 17. طيب انا هقول النتائج وحضرتك تقول الترتيب ولا اقول؟ ماشي اتفضل. طيب دوري الجمهوريه مواليد 99 المصري مع الجونه 0-0. الاتحاد السكندري والانتاج الحربي ده طبعا تم تاجيله عشان الامطار. الزمالك 3 وطنطا 0. سموحه 0 اف سي مصر 1. حرس الحدود 1 الاهلي 2. انبي 2 وادي دجله 0. طلائع الجيش 1 اسوان 1. بيراميدز 1 الاسماعيلي 1. المقاولين العرب ومصر المقاصه 0-0. بالرغم ان المقاولين يمكن اضاع ضربه جزاء في نهايه الشوط الثاني نهايه الماتش قبل نهايه الماتش على طول. الترتيب بقى كابتن. الترتيب يا كابتن الاهلي اتفرجت عليهم فرقه محترمه جدا معاهم مدرب طبعاً. وعي طبعا. هم الاول 41 بونت. الاسماعيلي الثاني 36. الزمالك الثالث 31. الفرق كبير يا كابتن. كبير في كبير. بيراميدز 30. حرس الحدود 29. طلائع الجيش 27. انبي 26. اف سي مصر فرقه مميزه جدا. فعلا ترتيبها مش حلو. مش 24 بس هو عامل نتائج حلوه في الكابتن الدكتور عطاء السيد عامل شغل كويس وعامل قطاع كويس مع مدربين كويسين جدا بالزبط. يعني اسوان برضه فرقه محترمه اتفرجت عليهم قبل كده 24. الانتاج الحربي 19. مصر المقصه 17. سموحه 16. الجونه 16. وادي دجله 16. المجاولين العرب 11. الاتحاد السكندري 10. والمصري 10. وطنطا 5. طبعا في بعض الفرق يعني مش هو ده مكانتها بالظبط. الاتحاد السكندري المقاولين العرب وادي دجله الانديه المصري يعني اكيد ان شاء الله في الدور الثاني اكيد هيبقى فيه يعني هيبقى فيه نتائج افضل من كده يعني بالظبط. دوري الجمهوريه مواليد 2001 الجونه 1 الانتاج الحربي 1 ده كان في هرم سيتي. بيراميدز 1 مصر المقاصه 5. طلائع الجيش 2 الاسماعيلي 1. حرس الحدود 2 وادي دجله 1. سموحه والاهلي 1-1. الزمالك 1 اف سي 0. الاتحاد السكندري 1 طنطا 2. المصري 0 المقاولين العرب 1. وماتش المصري ده بهن عليه الكابتن زيزو كابتن عبد العزيز مصطفى. لعب في اجواء صعبه جدا في بورسعيد تعرف بقى جماهير بورسعيد طبعا في الناشئين اكتر من الدرجه الاولى كمان وكمان في الناشئين المشكله كمان عندهم ملعب صغير كله جدا كله قاعد جوه الملعب قاعد مشكله صعبه جدا فبنهنيه على الفوز 1-0 يعني الكابتن عبد العزيز مصطفى وجهازه الفني. ترتيب يا كابتن الترتيب بركات. الزمالك 43 انبي 34 فرق كبير فرق كبير الاهلي 34 مجاولين العرب 33 مصر المقاصه 32 انتاج الحربي 28 بيراميدز 27 حرس الحدود 22 اف سي مصر 22 سموحه 21 طلائع الجيش 19 وادي دجله 16 الاتحاد السكندري 14 الاسماعيلي 13 طنطا 13 الجونه 11 والمصري 11. حرس الحدود الانتاج الحربي فيه لعيب كويس جدا اسمه احمد ابراهيم الشرب جلبرتو لعيب هايل عندهم لعيب اسمه شيكا على ما اعتقد وشيكا سافر بره مصر 2001 لعيب لعيب مميز جدا انا اتفرجت عليه في ماتش وادي دجله عندهم انا كابتن ماهر امام عامل شغل كويس وخاصه 2001 ماشي كويس. دوري الجمهوريه 2003 الجوله 17 المصري والجونه طبعا باي المصري ما بيشاركش. الاتحاد السكندري 1 الانتاج 0 الزمالك 1 طنطا 0 سموحه اف سي مصر تم تاجيله. حرس الحدود 0 الاهلي 1 انبي 1 وادي دجله 2 بنبارك لك برضه على الفوز. طلائع الجيش واسوان بيراميدز 2 الاسماعيلي 0 المقاولين العرب 4 مصر المقاصه 1 وبهني الكابتن زيزو على الفوز كابتن محمد عبد العزيز على مصر المقاصه. هناخد اول اربع فرق كده كابتن
انبي 36، الزمالك 32، وادي دجله 28، الاهلي 25. طبعا فين في طبعا في يعني نتائج وفرق يعني بعيده عن مستواها في الدور الاول، اتمنى بالظبط ترجع لمستواها ان شاء الله الدور الثاني ان شاء الله. هنطلع فاصل كابتن بركات ونرجع تاني على طول. اتفضل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وفي ختام لقائي اللي يعني عدى بسرعه جدا مع الكابتن بركات اللي انا بشكره لحضوره واهتمامه بانه يدعمنا بحضوره في برنامج صوت الناشئين، كل الشكر ليك يا كابتن بركات. اسمحوا لي في نهايه الحلقه هقدم درع باسم البرنامج باسم صوت الناشئين يعني تقديرا للمجتهد الكابتن بركات اللي عامل شغل كبير جدا مع فرقه وادي دجله 2003. شرفتني شرفتنا يا كابتن بركات. انا اللي اتشرفت بيك يا كابتن، واشكرك على حضورك جدا على الحاجه الجميله دي. يعني يا ريت ناخد كلوز كده على ال يعني ده اقل تقدير واقل شيء الكابتن بركات. شرفتنا يا كابتن، ربنا يبارك لك. رب يخليك. ربنا يخليك يا رب. شرفتني جدا. اعزائي المشاهدين، انا بشكركم على يعني حسن المتابعه وبشكركم على حسن المشاهده. العاده الساعه 6 الصبح، انتظرونا يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعه 10 وصوت الناشئين. دمتم في امان الله. شكرا.